اهلا بحضراتكم معانا لاستعراض الاخبار بالتفصيل. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سياده الفريق احمد خالد قائد القوات البحريه الى جانب كل من لوك لويس المدير العام لشركه ديمي البلجيكيه لاعمال التكريك وعدد من كبار المسؤولين بالشركه بحضور سيادة اللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية وعميد بحري أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية وعقيد بحري محمد المخزنجي رئيس قسم التحليل السياسي بقيادة القوات البحرية. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي للرئاسة أن الاجتماع تناول مشروع توسعة وتطوير ميناء خليج أبو قير بشكل شامل حيث تم الاتفاق مع شركة ديمي التي تعد أكبر شركة أوروبية في بناء المواني للقيام بأعمال تكريك الميناء وهو الاتفاق الذي يأتي بالتكامل مع الاتفاق الأخير مع شركة هاتشيسون الصينية لإقامة أكبر محطة تداول حاويات بالمنطقة بميناء أبي قير البحري بسعة تداول 2 مليون حاوية سنوية. طبعا ده رقم جبار والحقيقة أنه إحنا البحرية بتاعتنا مصنفة رقم متقدم جدا يمكن 4 على العالم أو حاجة زي كده، فأعتقد أنه لوجستيات القوات البحرية هتضيف كمان كتير تطوير وتوسعة وتكريك هذا الميناء ميناء أبي قير الهام.